يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، في يوم التاسع بعد شروق الشمس يذهب الحجاج إلى عرفة. الحج عرفة. العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وعرفة لم يمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا نصف يوم، نعم نصف يوم فقط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حدود عرفة عندما زاغت الشمس، يعني وقت صلاة الظهر، وخرج من عرفة وقت الغروب، نصف يوم، ساعة من نهار. العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة من النهار لم يفعل شيئا كبيرا. أتدري ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي جابر في حديث الحجة: فلما زاغت الشمس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصواء راحلته، فرحلت له حتى إذا أتى بطن الوادي خطب بالناس خطبة الوداع، ثم أمر بلالا فأذن فصلى الظهر والعصر جمع تقديم قصر، ثم ركب الناقة وأتى جبل الرحمة الذي يقف عليه الحجاج اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، لكن وقف أسفل الجبل عند الصخرات، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته من وقت صلاة الظهر رافعا يديه يدعو حتى غربت الشمس. لا إله إلا الله، من وقت صلاة الظهر يدعو على راحلته حتى غربت الشمس، حتى إن الصحابة ظنوه صائما، والحاج لا يصوم في عرفة، فبعثت إليه أم الفضل زوج العباس قدحا من لبن فشربه وهو على الناقة، ثم أكمل دعاءه. صلاة قصر وجمع تقديم، ثم خطبة، ثم دعاء طويل، هذا هو عرفة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. عرفة إخواني المكان الوحيد الذي يجتمع فيه الحجاج في مكان واحد، المكان الوحيد، كل المشاعر الأخرى قد يفترقون إلا في هذا المكان، لأن وقته محدد وقصير. الأمر الثاني أن عرفة المكان الوحيد الذي يلبس فيه الرجال لباس الإحرام كلهم، في منى سيلبسون لباس عادية إلا في عرفة، وهذا مقصود. في عرفة أفضل وقت للدعاء، من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت قصير، ولذا ترى الحجاج إذا دنا الغروب كل أحد لوحده يدعو يلهث بالدعاء. لو كتب لكم الحج لرأيتم هذا المشهد، الإنسان يدعو والدموع على عينيه ويرقب الشمس، يا رب ما تغرب، يا رب ما تغرب، يتمنى أن يطول النهار لأنه يحس بلوعة ولذة. والله الذي لا إله إلا هو، من يحج وقد استشعر الحكم، حج شيء غير عادي، عرفة أمر لا يوصف، يستشعر الإنسان في هذا المكان. هنا كلم الله آدم ونحن في عالم الذر. هذا الجبل يسمى بطن نعمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أخذ الله على آدم وذريته العهد قبل أن يخلقنا، في مشهد ليذكرنا هنا اجتمعت الأسرة الأولى آدم وحواء، هنا في عرفة ختم الوحي، نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يتأمل حاج هذه المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقف ويدعو ويجهر إلى الله بالدعاء،
يتأمل المشهد، كل الرجال في ثياب بيضاء، ملايين من الناس، يذكره بيوم الحشر. ولذا كانت أول آية في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تتذكر الحشر، مشهد الحشر، الكل مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يجأر إلى الله بالدعاء. تفهم معنى الافتقار إلى الله تبارك وتعالى في يوم عرفة. ولا تدعو وحدك، بل الملايين كل يدعو لكن لوحده، لأنه وحده يشكو ذنوبه إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة، أفضل الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بالله عليك، إذا كنت لم يكتب لك الحج بعد، أوصيك بهذه الوصية: تفتح التلفاز يوم عرفة عند صلاة الظهر إلى مغيب الشمس، اجمع الأولاد والأسرة وشاهدوا التلفاز، شاهدوا هذه الجموع التي اختلفت جنسياتهم وألوانهم وأعراقهم وألسنتهم، ومع ذلك في عرفة نشيدهم واحد: لبيك اللهم لبيك. ثيابهم واحدة، لباس الإحرام، مقصدهم واحد، اللجوء إلى الله. عندها ستقول بقلبك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ستفهم معنى الدعاء أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤي الشيطان يوما أدحر ولا أذل ولا أحقر من يوم عرفة. لما؟ لأنه تحققت فيها الصفتان التي يحبهما الله: الافتقار إلى الله والاجتماع على دينه. كل أحد مفتقر إلى الله أحس بحلاوة الدعاء والافتقار إلى الله، أحس بحلاوة المناجات إلى الله تبارك وتعالى. لسان حاله: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الافتقار إلى الله. الأمر الثاني: تحس بالاجتماع. كل المسلمين كذلك مفتقرون إلى الله، فالشيطان يكون أذل ما يكون. في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت خطبته أساسها الحقوق. أعلن حقوق الإنسان من يوم عرفة، من وادي الذي في عرفة أمام الجموع، أكثر من 100,000 صحابي، أغلبهم لم يره قبل ذلك ولن يراه بعد ذلك. ماذا كانت الوصية؟ الحقوق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كم من الدماء تسفك في أيامنا هذه. وصية رسول الله: يا مسلمين، الدماء حقوق المسلم. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقوق الزوجة والزوج: اتقوا الله في النساء يا أيها الزوج. وصيته صلى الله عليه وسلم الأخيرة: لك القوام أيها الرجل، اتقوا الله في النساء. ثم قال في آخر الخطبة: وإني تاركم فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله. هذا القرآن إذا فهمناه وتدبرناه بحق، هو فيه هديه صلى الله عليه وسلم الذي تركه لنا: إن اعتصمنا به لن نضل. دنت الشمس للمغيب في حجة الوداع، قبل أن تغرب نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة جرير بن عبد الله البجلي، وكان رجل جهوري الصوت، قال: نادي بأعلى صوتك. ماذا أنادي يا رسول الله؟ قال: قل لهم رسول الله يقول لكم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أكثر ما تخوف علينا النبي صلى الله عليه وسلم الحروب الداخلية، أن يقتتل المسلمون فيما بينهم يذهب رونق الإسلام وحلاوة اجتماع الكلمة. اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات أرى الناس أشتاتا ومن كل بقعة إليك انتهوا في غربة وشتات تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي